عمري؟ زين الحمد لله. متابعيني اللي خابصيني خبص ويشبهوني بيك. صدق؟ صدق يعني اكو شبه بيناتنا؟ اكو شبه بيناتنا؟ خلينا نسأل مشاهدينا. تعالي، اكو شبه بيني وبينك؟ يا متابعيني لا باوعي رجاء ركزي، ورانا ناس تريد تقيم احنا نتشابه لو لا. قيم عمري. قولوا لنا احنا نتشابه لو لا. شو انت عندك اختيادات مثل اختيادات؟ صدق اي. والخشم خشم صغيروني. الله يستر عليك في دوال قلبك فرحك ويريحك. يا عمري انت الله يحفظك ويخليك. داليا عماد. داليا وصديقتك واختك؟ بنت خالي شمس. حلو. بنات خالة. لا هي تصيرين بتعمتك مو؟ بتعمتس. بنت خالة. مو قرايب. نفس المحل. ايه تشتغلون سوا؟ نفس المحل. حلو. شو كنت تجون شو كنت تروحون؟ من 3 اني للعشرة، النوبة تحول دوامي صار من 4 ل 11، انما هي من 3 للعشرة. من 3 للعشرة دوام. الله يساعد. حياتي. شنو الصعب بالشغل؟ ماكو شيء صعب، والله جماعتنا هاي فشغل حلو، ما طول الصديقات وسوا فاكيد يصير حلو. سابق تقضون اشتغل تعب وهاي بس هسه لا زين حلو. الحمد لله وشكر. اول راتب استلمتي تذكرين شنو سويتي بيه؟ اليوم. الله حسن الحظ. اليوم اول راتب. اليوم بعد يوم مطيني. اوكي شنو ببالك تسوي بيه؟ والله اسوق للبيت، اشتري لي ملابس. روحي المسؤول. يا عمري. واقصد الجهاز اللي ما اخذته اني وبس. جهاز موبايل؟ ايه. بالعافيه. الله يعافيك حبيبتي. وانتي؟ والله انا همات كذلك. ناويه تسوين؟ اسوق بيه همات الاهلي واشتري ملابس فقط. ليش عندنا غير ملابس ومكياج؟ هو واحده يراد لها. هو صحيح نحتاج مكياج. ما ناخذ. خلي بس تاخذين بس كل هذا الاوتفيت كله مالي بس ماسكارا. تنتو ماسكارا. شوفي امانه احنا هسه البنات وجيلنا والسوشيال ميديا هوايه نبعد عن المكياج الاوفر. انا اشوف بها فئه هوايه من البنات وين ما اروح نادرا ما عيني تجي على بنيه هواي متمكيجه. هذا الشادو واللاينر صارت قديمه. انه تنت وماسكارا. انا قلت مرطب. وخلينا نعطيكم بنات احنا راح نسوي لكم فيديو فلوج عن يتكلم عن عنايه بشرتنا الليليه. تماما. اللي هو شنو نغسل وجهنا؟ مرطب وجه. مرطب وقشم. هاي مو ليلي هاي من نطلع. اي هاي من نطلع. هايلايتر وجلوس. حياة بسيطة ترى يعني. بس هو المكياج هذا. ماسكارا وشوي نمشط حاجبنا و هاي بخلي. خلص المكياج. يا عمري. وجهك اتي يا عمري. يعني 2006. عمري يا رب 18. صلوات على النبي. 2007. اكبر من اصغر من 17. انت حتفوتين 17. دخلت. زين. اليوم لو يقولوا لك توصفي لنا حياتك بجمله او كلمه هذه ال 18 سنه شنو توصفيها؟ تعلمت بيها هواي شغلات. صدق لحقتي تعيشي. تعلمت بيها هواي شغلات خصوصا. شايف هذا الترند مال شفت واحد ما اعرف احكي له اسراري؟ اي خصوصا والله العظيم خصوصا من توفوا اهلي ولحد الان دا اشوف شغلات ما شايفتها. اي منهم؟ اي شقين. والله العظيم. الله يرحم حبيبي. سويت لا واحد ورا الله. زين شنو اللي بعدها اللي شفتي بعد ما توفوا؟ شفتي هواي شغلات منها الزينه منها المو زينه منها اللي تعلمت منها منها اللي اخذت درس. اكثر شيء تعلمتي منها؟ انه لازم اكون قويه. واللي تعلم ما اعرف شو اقول لك. هواي شغلات هواي هواي. انا وياها 24 ساعه ما عرفتها حتى بالشغل حوالي تيمي. احنا واحد. يعني ما لنا غير بعض ويانا اختي واختها. منو موجود بالبيت؟ انا وخالتي وزوجها وبعد عندي 3 اخوان. عايشه ويا خالتك؟ ايه يعني هي خالتي. اي هي عاشت يمنا بعد. اهم شيء انه بيتكم ملو؟ اي لا الحمد لله. الف الحمد لله والشكر. اي خلتنا يا امي فالحمد لله. الله يرحمها. اهم شيء انه بيتك ملك. الحمد لله. هاي تسوى الدنيا. وشويه شويه انت تطوري نفسك تكبري روحك تشتغلين على نفسك. اي هو انا هسه حبيت انه اعتمد على نفسي فلذلك انه اضطريت انه اجي اشتغل هنا وهاي. وشفت بنت خالي بعد همين اعتمدت على نفسي قلت خلاص انه لازم اعتمد على نفسي. الله يوفقك ويمهلك الرزق من كل ابوابه ويفتحها بوجهك. من ما هي شايفه هذا هاي المرحله اللي انت تفكرين بشي ويصير؟ اي يا رب توصلين المرحله اللي انت تفكرين بالشي انت وبنت خالت بنت خالك وكل بنت تشاهدنا. تسلم. وكل انسان يشاهدنا ان شاء الله اللي يفكر بيصير مو بس حتى اللي يدعي ويريد. اي أيوة والله ان شاء الله في دول عمرك يا حبيبي. كلش فرحتيني والله يقويك. انت بطله. لا يغرك الكعب والاحمر انت رجال. لا ان شاء الله. اي اكيد انت قويه. انت اليوم سند.
تكونين أم وأب وصديقة وأخت وزميلة وكل شيء. صح أكيد كل يوم في دوال عمرك تستسلمين يا حبيبي. من تتناقرون من أول وحدة ترضي الثانية؟ أني عايزة هي زعلانة مني فنزلت اشتريت لها نستلة وداريد أصالحها بيها. عمري يا رب إيش قد حلو سهولة سهولة نستلة. نستلة ترضى بنستلة بس من عندي. حلو ترضين بنستلة أنا أزعلك على طول أتفق أنا أزعلك. ترضين بنستلة. هو بنستلة أقل شيء. يا عمري الله يستر عليك. في دوال عمرك حبيبي. يا رب يجعل البساطة دائما هي تعلي مكانكم وترفعكم أنتوا شيء. أكيد في دوال